بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة مباركة إليكم مشاهدينا الأفاضل من قناة القرآن الكريم، القناة الخامسة للتلفزيون الجزائري، وعبر برنامجكم اليومي برنامج مفاتيح، هذا المباشر الذي يستمر معكم لغاية الخامسة والنصف بحول الله سبحانه وتعالى. نتطرق إلى موضوع ذي شأن اقتصادي بالدرجة الأولى كعادة كل أمسية يوم أحد، نتحدث تزامنا مع شهر رمضان المعظم كيف هو حال مؤسساتنا، ونقصد بأداء الموظفين فيها وما نشهده ربما من تراخ من خلال ربما جملة من السلوكيات التي تعلق ربما ذلك التراخي وذلك الكسل على الصيام. إذا مشاهدينا الأفاضل يشرفنا أن تبقوا معنا، أن تتابعونا وأن تشاركونا كذلك النقاش من خلال اتصالاتكم عبر خطوط الهاتف التي تظهر من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. يشرفني كذلك أيما شرف أن أناقش هذا الموضوع مع كل من الدكتور خليل القاضي. أستاذنا مرحبا بك. الله يحفظك. والبروفيسور عبد المجيد قدي مرحبا بك أستاذنا. مرحبا بك وشكرا لكم. الله يحفظك. ربما ذكرنا أستاذنا بروفيسور عبد المجيد قدي، ونذكر المشاهدين ونذكر أنفسنا كذلك، بمدخل اقتصادي يعني تقريبا نتحدث عن أهمية المورد البشري بالنسبة للمؤسسات أيا كان نوع نشاطها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن صحابته وآله وأزواجه والتابعين ومن استنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني لما ننظر إلى الموارد، هي موارد متعددة بالنسبة للمؤسسة. هناك الموارد المالية، هناك الموارد المادية، ولكن هناك المورد الأساسي الذي هو المورد البشري. ونحن لما نتكلم عن المورد البشري إنما نتكلم عن أساس المؤسسة. لماذا؟ لأن المؤسسة هي في جوهرها إنما هي عبارة عن تجمع بشري، إنما هي عبارة عن مجموعة من العلاقات، وإذا هي عبارة عن مجموعة من العلاقات، وايضا ان نجاح الاداره، نجاح المؤسسه هو مرتبط بالمورد البشري. لماذا؟ لان المورد البشري هو الذي يقوم بالتسيير، هو الذي يقوم بالتحفيز، هو الذي له الادراك. المورد البشري هو المبدع بالنسبه للمؤسسه، والمؤسسه اليوم انها تقوم بشكل اساسي على الابداع. الابداع هو ظاهره بشريه، الابتكار هو ظاهره بشريه. التعاون ايضا، ان المؤسسه انما تقوم على التعاون، التعاون هو ظاهرة بشرية. المؤسسة هي إطار للصراع، الصراع هو ظاهرة بشرية. لما نرى كل الظواهر الموجودة في المجتمع عندما نشوفها داخل المؤسسة، بالإضافة إلى ذلك هو أن هذا المورد البشري بالنسبة للمؤسسة، بالإضافة إلى كونه الذي يقوم بالعمل. لماذا؟ لأن العنصر الثمين بالنسبة للمؤسسة إنما هو عنصر العمل. اليوم المجتمعات المتقدمة فيما تتنافس، تتنافس على استقطاب الموارد البشرية. اليوم في بعض الدول تنظم ما يعرف بالهجرة المنظمة. لمن؟ إنما هي الهجرة الانتقائية، تنتقي الكفاءات، تنتقي الموارد البشرية. واليوم إذا كان ثمة خلل بالنسبة للمجتمعات اليوم، إنما هو الخلل الموجود على مستوى الموارد البشرية. اليوم كثير هي المجتمعات التي تشكو من نقص في الموارد الطاقوية، كثير هي المجتمعات التي تشكو من نقص في الموارد ولكن بإمكانها أنها تعوضها عن طريق ماذا؟ تعودها عن طريق الإبداع، عن طريق الابتكار. اليوم لما ننظر إلى المنتجات، يعني ننظر مثلا إلى التلفزيون، يعني كم هو التلفزيون، كم كان حمل التلفزيون في فترة زمنية قبل، كم كان حجمه، كم كان ثقله. لكن اليوم أن هذا المورد، هذا التلفزيون إنما أصبح عبارة عن شيء صفيحة، عبارة عن صفيحة. صح. بفعل ماذا؟ بفعل الذكاء البشري، بفعل الابتكار. اليوم ان المؤسسه التي يعني فيه بعض المؤسسات التي تقوم على فرد يسيرها، كيف يسيرها؟ انما عن طريق الابتكار البشري، عن طريق الحاسوب، عن طريق البرمجيات. من ابدع هذه البرمجيات؟ اليوم ان المؤسسه، هناك مؤسسات منتشره عبر العالم، ما يربط بينها انما هم افراد يتواصلون فيما بينهم. مؤسسات هي عباره عن منتشره عبر العالم، قد تكون مؤسسه يعني موطنه في مكان من الاماكن، قد تكون مؤسسة متعددة الجنسيات، ولكن في النهاية ما يميزها إنما هو الترابط، هو التواصل بين الأفراد. الموارد البشرية التي تصنع هوية المؤسسات. هذا الجانب الداخلي بالنسبة للمؤسسة. اليوم أيضا أن اليوم بقاء المؤسسة، حياة المؤسسة هي مرتبطة بوفاء الزبائن لها. الزبائن إنما هم أفراد.
يعني المؤسسة التي لها زبائن، التي لها طلب على منتجاتها، التي لها وفاء، التي لها إقبال على منتجاتها، على خدماتها، على ما تقدمه للسوق، هي المؤسسة الناجحة. اليوم المؤسسات لما تتنافس على ماذا تتنافس؟ على ما يسمى على حصص السوقية. ما هي الحصص السوقية؟ صحيح إنما هي عبارة عن قوة شرائية، هي عبارة عن طلب، لكن هذا الطلب من يجسده؟ إنما يجسده المورد البشري. ومن ثم فإن المورد البشري اليوم بالنسبة للمؤسسة هو الوقود، هو صمام الحياة. المورد البشري إنما هو يعني هوية المؤسسة، ولهذا المؤسسة اليوم إذا نجحت في تسيير مواردها البشرية فنجحت في كل شيء. اليوم أن الشيء الذي اليوم يعني في الواقع اليوم أن أساليب التسيير إنما كلها تدور حول كيف نتعامل مع المورد البشري. اليوم الإدارة بالأهداف، الإدارة بالمساهمة، الإدارة بالمشاركة، الإدارة بالقيم وما إلى ذلك، كلها في النهاية إنما هي أنماط إدارية تسعى للبحث عن كيفية التعامل الأمثل مع المورد البشري. وإذا كان ثمة اختلاف بين هذه المدارس الإدارية، حتى المدرسة العلمية لما تنظر إلى المورد البشري على أساس أنه يحفز ماديا، إذن نظرتها إنما تتحدد هوية هذه المدارس الإدارية التسييرية، إنما تتحدد بنظرتها للمورد البشري وتتحدد بكيفية تعاملها مع المورد البشري، هو الذي يصنع الفارق. اليوم أن المؤسسات الناجحة في العالم نجاحها ارتبط بكيفية تعاملها مع بمدى قدرتها على تحفيز المورد البشري، بمدى قدرتها على إدخاله أو إدراجه ضمن أهداف المؤسسة، دمجه في مسار المؤسسة، في منطقة المؤسسة. إذن هذا هو الفارق الذي يصنع الفرق بين المؤسسة. ولهذا حتى بعض المفكرين لما يتكلمون عن التنمية والتخلف يقولون بأنه ليس هناك اليوم مجتمعات متخلفة وإنما هناك مجتمعات سيئة الإدارة. بمعنى ذلك إما مورد بشري لا يحسن الإدارة، أو مورد بشري تساء إدارته، أو مورد بشري لا يحسن الإدارة، يسيء الإدارة. ومن ثم فإن المورد البشري اليوم بالنسبة للمؤسسة إنما هو كل شيء، هو حجر الزاوية كما يقال. بارك الله فيك. وإن اختلفت النظرات كما قلت أستاذنا والمدارس المختلفة، إلا أنها تنظر إلى هذا المورد على أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسة. تحدث دكتورنا خليل، تحدث البروفيسور عن جملة من المواصفات التي على المورد البشري أن يمتلكها حتى يحسن الإدارة، وحتى يحسن إدارة المورد البشري كذلك الذي هو تحت قيادته إن صح التعبير. جملة من المواصفات هي في الحقيقة هي قيم دينية وإسلامية، الانضباط إلى غير ذلك من الأمور، والتفاني في العمل، وثقافة الانتماء إلى تلك المؤسسة إلى غيرها، ربما من حين إلى آخر تغيب عن أذهاننا. نذكر أنفسنا كذلك بقيمة العمل في الثقافة الإسلامية وفي الشريعة الإسلامية. بارك الله فيك. أول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية تحية طيبة لك ولشيخنا وللمشاهدين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم، العمل له قيمة كبرى يعني في كل الديانات تقريبا، ولكن الديانة الإسلامية أولته من الخصوصية ما لم توليه الديانات الوضعية وحتى السماوية الأخرى. هذا في النصوص، في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني لا يكفي أن ترى أنت عملك، وإنما عملك سيكون عرضة لأن يراه خالقك ونبيك والمؤمنون عامة. بمعنى أن الأعمال يجب أن تكون متقنة مهما كانت درجة العمل، حتى يعني الأعمال الدنيا التي نسميها نحن بالأعمال الدنيا كالتنظيف وكذا، يجب أن يكون من الأعمال المتقنة. ونحن في شهر القرآن، يعني شهر رمضان الذي فضله الله تعالى بهذا القرآن الذي أنزل فيه، وهذه الآيات القرآنية الذي يخالفها ويقرأها، يعني يقرأها ويخالفها، ورد في حقه في حديث نبوي: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. حين تقرأ مثل هذه الآيات ثم لا تتقن عملك، ثم تضيع من وقتك، ثم تعتدي على أوقات غيرك، يعني تلعن نفسك. القرآن الذي تقرأه صباح مساء والمؤمنون
يجب أن يقرأ القرآن ولو جزءا منه على الأقل في صلواته اليومية، يلعنه هذا القرآن الذي قرأه. وهذا ربما لا ينتبه له كثير من الناس، يعني وكأنهم يستسهلون هذه الأمور التي يعدها الناس وكأنها عمت، يعني إذا عمت خفت، والأمر ليس كذلك. فالإسلام يجعل أو ينوط بكل واحد مسؤوليته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أنت وحدك المسؤول على عملك، لا يشاركك فيه غيرك. يوم القيامة حين تحاسب، تحاسب وحدك وتحاسب على ما قدمت من هذا العمل، إن كان متقنا تثاب عليه، إن كان مزورا مغشوشا تعاقب عليه. فلينظر أحدكم ماذا يقدم غدا. هذا من حيث النصوص. ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الذي يعده الناس وكأنه شهر راحة وشهر استجمام وشهر تنفيس عن النفس وشهر الراحة من التعب في الأشهر الأخرى، هذا الشهر لا يعلم الكثير أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقومون بالأعمال الكبرى التي لا يقوم بها المفطرون في هذا الشهر الكريم. يعني هو شهر البطولات، هو شهر الانتصارات، هو شهر الأمجاد الإسلامية، وإن شئت عددنا يعني بعض هذه البطولات التي تمت في هذا الشهر الكريم. وهذا قمة العمل، يعني قمة العمل هو الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام. هذه البطولات حدثت في هذا الشهر الكريم ولا غرابة في ذلك. فغزوة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة في 17 من رمضان، فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة في 20 من رمضان، غزوة تبوك التي جهز فيها جيش العسرة الذي ضحى المسلمون فيه بأموالهم كلهم كأبي بكر الصديق الذي جاء بكل ماله وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وعثمان بن عفان جهز هذا الجيش حتى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وإن لم يحدث فيه قتال بين المسلمين والروم، ولكن هذا الاستعداد وهذه الأهبة التي أخذها المسلمون بجدية بعث في قلوب الروم هذا الرعب الذي جعلهم يتلكؤون ويعودون أدراجهم إلى مواقعهم. فتح الأندلس، طارق بن زياد فتح الأندلس في شهر رمضان في 28 من شهر رمضان، دخل الأندلس مغامرة، يعني جاء قطع البحر ولا يعلم ما الذي يرجو هناك، يعني ما عندهمش معلومات يعني مفصلة على ما ينتظرهم في العدوة الأخرى. واجه 100,000 قوطي لغوت هذو تاع الإسبان وهزمهم وفتحت الأندلس وبقي الإسلام فيها 8 قرون. عين جالوت التي رد فيها هجمات التتار والمغول سيف الدين قطز في 657 للهجرة حدثت في رمضان. حطين، المعركة الشهيرة لصلاح الدين الأيوبي التي رد فيها الصليبيين في رمضان، وأنطاكية، فتح أنطاكية، هذه كلها حدثت في هذا الشهر الكريم. يعني فكيف يسوغ البعض لأنفسهم أن يتوانى هذا الشهر أو أن يخلد للراحة بدعوى أنه صائم؟ يعني لا مبرر لمثل هذه الأشياء، وصارت كحكم القاعدة إن صح التعبير، الناس كلهم يتخذون من هذا الشهر وكأنه عطلة مدفوعة الأجر. على كل أستاذنا البروفيسور، مورد آخر يتعلق كذلك بالمورد البشري ويقيم على أساسه كذلك أداء المورد البشري هو مسألة الوقت. الوقت الذي إن أحسننا استغلاله كان أداء المورد البشري في قمة ما نأمل، وإن أسأنا كذلك استغلاله ربما ستفشل كل الأهداف التي تسطرها
المؤسسة، عن أهمية كذلك هذا المورد وعلاقته بالمورد البشري في حد ذاته. هو الواقع أن الحياة هي الزمن. الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول: ابن آدم أنت أيام مجتمعة، إذا ضاع يوم منك ضاع بعضك. ونحن لو نتأمل اليوم في حياتنا اليومية ننظر إلى قلوبنا، لو توقفت لحظة من اللحظات كيف سوف يكون الحال؟ انتهت الحياة. نعم، شوقي رحمه الله كان يقول: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. ومن هنا فإن الزمن هو شيء أساسي وشيء نادر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن الأشياء التي يسأل عنها المرء يوم القيامة، أن يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، يعني عنصرين من عناصر الزمن، فيهم الزمن، يعني في الزمن. عظم هذا الزمن يجعل الله سبحانه وتعالى يقسم به، والعصر والضحى والفجر، والفجر وليل عشر، والضحى والليل إذا سجى، وما إلى ذلك من آيات، والليل إذا يغشى. المهم نجد هذا كله مؤشر على عظمة الزمن وعلى أهمية الزمن في الحياة. الحقيقة لما نتأمل في نشوف يعني حتى العبادات، كل العبادات نجد أن الله سبحانه وتعالى ربطها بالوقت. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وآتوا حقه يوم حصاده، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. إذن كل هذه العبادات نجد بأنها ارتبطت بالزمن. شوفوا بأن كل هذه العبادات إذا أديت في غير زمانها وفي غير إبانها سوف تكون باطلة، سوف تكون باطلة، أو على الأقل تطوعا ونافلة، حتى وإن صحت فالإثم لاحق. لو نفترض بأن المرء أخر الصلاة عن وقتها، حتى وإن يعني أسقط الفرض في النهاية، لكنه في النهاية هو يعتبر آثم. إذن كل هذه الأشياء تؤشر على أن الزمن هو شيء أساسي فيها. الحضارة، مالك بن نبي لما يتكلم على المعادلة الحضارية، المعادلة التنموية في النهاية، يجعل أركانها ثلاث: الكون، الركن الثاني هو الإنسان، والركن الثالث هو الزمن. لماذا؟ لأن الزمن هو الحيز، هو الإطار الذي تتم فيه الممارسة، الممارسة. هنعرف بأن الأهداف اليوم، الهدف في الحقيقة لا معنى له إذا لم يتم تقييده بزمن من الأزمان. يعني المجتمعات اليوم التي يعني تخطط في أفق زمنية بعيدة، يعني أفق ما يسمى الرؤية اليوم، أو التخطيط الاستراتيجي، أو المخططات، أو ما إلى ذلك، تتكلم عن مخطط رباعي، مخطط خماسي، مخطط عشري، وما إذن كلها مرتبطة بالزمن. والواقع أن الكثير من الأشياء إذا لم توجز في الزمن، الكثير من العمليات اليوم، نفترض بأن اليوم على سبيل المثال بأننا على مشارف فصل الصيف قمنا بإنتاجه قمصان شتوية، لا معنى له، تؤجل فائدتها إلى الشتاء، سوف نتحمل تكاليف تخزينها، وربما لما يتفصل الشتاء سوف نجد أنفسنا أمام موضة جديدة. صح. ومن ثم فإننا في الخسارة في الخسارة. ولهذا الشاعر العربي لم كان يقول: أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري. كذلك الحال بالنسبة للمؤسسة، المؤسسة اليوم أن الزمن، أن الوقت هو الحيز الذي تمارس فيه الأنشطة، وهو مجموعة من العمليات المرتبطة بزمن بالزمن. لو تأخرت عن إبانها، عن موعدها، معنى ذلك أصبحت لا معنى لها. ولهذا اليوم أن تسيير الوقت هو الفارق اليوم في حياتنا، تسيير الوقت، تسيير الزمن، يعني أو تسيير الوقت، ومن جهة أخرى تعظيم المنافع المتأتية من اللحظة الزمنية. لماذا؟ لأن الحقيقة الحياة كلها هي زمن محدود، والمشكل مع الأشياء المحدودة في عرضها، الزمن هو عنصر محدود في عرضه،
معنى ذلك لا نستطيع. هل بإمكان المرء اليوم أن يزيد من عمره؟ ما بإمكانه أن يزيد من عمره، أو أن يسترجع الأمس أو أن يسترجع الأمس، ما بإمكانه. إذن براعة الإنسان تكمن كيف يعظم العائد من هذا الزمن المتاح الذي لا يستطاع هو أن يزيد فيه. اليوم نحن لما نقيس الإنتاجية، ما هي الإنتاجية؟ الإنتاجية هو الكمية التي ينتجها المرء من سلع أو خدمات في لحظة زمنية معينة. اليوم تنافسية، الفارق في التنافسية بين المجتمعات هو مرتبط بالإنتاجية. يعني الفرد اليوم الأمريكي كم ينتج في الساعة، والفرد الجزائري أو غير الجزائري كم ينتج في الساعة. اليوم براعة هؤلاء المجتمعات أو قدرتهم على التسيير مكنتهم بأنهم يدفعون المرء أو يوفرون له الظروف أو الظروف أو المناخ أو الوسائل التي تجعله على تقديم أعظم إنتاج أو أكبر إنتاج في ظرف زمني قصير. ومن هنا فإن العوائد بالنسبة لهم كبيرة ومعدل النمو كبير، لأنه لا يمكن أن نتصور بأنه يكون معدل نمو إذا لم يكن هناك معدل إنتاجية مرتفع. وكل هذه المفاهيم، مفاهيم التنافسية، مفاهيم الإنتاجية، هي مرتبطة بالزمن وتسيير الزمن. والحقيقة ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن هذا الفراغ، هذا الزمن اللي متاح أمامنا، هو كيف نسيره. ونشوف يعني اليوم للأسف أن الثقافة السائدة لدينا هي ثقافة يعني مثقلة ومفعمة بالعبارات التي تعمل على إهدار الزمن والوقت. يعني حتى لما جيت يقول لك يلا نفوت شوي الوقت ولا شو نضيع شوي، وكل عطلة فيها خير، وكل عطلة فيها خير وما إلى ذلك. شوف إذن في حين أن الخدمة نتيجة العمر، الخدمة نتيجة العمر، بمعنى أن العمر كامل فيه خدمة، ما تقلقش راحة، بارك الله فيك، وحاجة ماهيش طايرة وأهله مجرة. في حين أن الله سبحانه برمجة وتعالى يعني سلبية، برمجة سلبية. في حين أن الله سبحانه وتعالى أمر فالسابقون الخيرات، صح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن شايف العملي. واليوم يعني الحقيقة اليوم أن المجتمع يعني جم المدرسة العلمية، يعني المدرسة العلمية اللي كنت تكلمت عليها من قبل، يعني على ماذا قامت؟ قامت على فكرة العلاقة بين الحركة والزمن. يعني في النهاية كيف ننظم الحركات بحيث أن في لحظة زمنية معينة نقوم بأكبر عدد معين من الحركات لكي نعظم من الإنتاجية، لكي نعظم من العائد. صحيح أن الانتقاد الذي وجه إلى هذه المدرسة أنها وجه إليها على أساس أنها تنظر للإنسان بأنه بمثابة الآلة، ولكن حتى المدارس الأخرى، مدرسة العلاقات الإنسانية وما إلى ذلك، صحيح ربما اختلفت مقاربتها أو نظرتها، وإنما الاختلاف هو كيف تدفع الإنسان إلى استغلال زمنه، كيف تدفع الإنسان إلى تعظيم عائده. هل يكون ذلك عن طريق العصا أو يكون ذلك عن طريق الجزرة؟ لكن في النهاية سواء رفعنا العصا أو قدمنا للإنسان الجزرة، معنى ذلك إنما نعمل وندفعه لكي يقدم الأداء الأفضل في الحيز الزمني المتاح له. اليوم لما نشوف يعني حرص المجتمعات اليوم على الالتزام بالوقت، الالتزام بالمواعيد، هنشوف بأن الله سبحانه في ديننا إن العهد كان مسؤولا، يعني قضية الالتزام. لكن نحن نشوف يعني الالتزام بالمواعيد، الالتزام لما نتكلم الالتزام مواعيد العمل، لماذا؟ لأن الإنسان لما يمضي عقد الالتحاق بمؤسسة من المؤسسات، معنى ذلك إنما تعهد بأنه ينتظم في العمل ابتداء من أوقات العمل، وأن لا يغادر وقت العمل إلا إذا جاء وقت الدوام. لكن لما نشوف الناس بأنها تتأخر يعني في التحاقها بأماكن عملها وتذهب باكرا، تغادر باكرا من أوقات العمل، يعني ما هو والحال أسوأ في شهر رمضان، والحال أسوأ في شهر رمضان. يعني أنا أحكي لك مرة من مرة، يعني حتى ذهبت شاكيا في مؤسسة من وللأسف مؤسسة مش نقول بس تسدد إيجار من الإيجارات، أنا أذهب صباحا مازال ما جاوش وأذهب متأخر، نقول يعني فوالا في حدود العاشرة لا أحد التحق، أكون مضطرا أنني أذهب إلى العمل. ها لما أذهب للعمل، لما أتي أيضا مبكرا
قصد أجد بأن الإدارة قد أغلقت، والمرة تتكرر 3 مرات، يعني ممكن نفهم مرة نقول ممكن أنه حدث خلل من خلل ما، لكن 3 مرات تتكرر العملية. ويعني الحال مشاهد، يعني لما نستيقظ باكرا في شهر رمضان الساعة 8 أو 9 كل المصالح معطلة، فرصة لمن أراد أن يشم الهواء النقي، النقل هي فرصة فقط كما لمن أراد أن يشم الهواء النقي. صحيح، هذا هو الشيء. صحيح، وهذه مأساة يعني. وهذه المشكلة. إذن نحن مشكلتنا اليوم في مجتمعنا هي مشكلتان في الحقيقة، ولكن هي مشكلة لمشكلة لعملة واحدة، هي كيفية التعامل مع الزمن وكيفية التعامل مع الإنسان. والحقيقة أننا لو أحسننا التعامل مع الزمن لأحسننا التعامل مع الإنسان، ولو أحسننا التعامل مع الإنسان لأحسننا التعامل مع الزمن. إذن هذه هي المشكلة القائمة اليوم بالنسبة لمجتمعنا. أسأل الله العافية إن شاء الله. بارك الله فيك بروفيسور. دائما في مسألة المفاهيم، البرمجة إن صح التعبير السلبية أو الإيجابية، مسألة نظر إلى العبادة والعمل، بمعنى أنه في فهمنا ربما دكتور توافقني عندنا شرخة ربما في مسألة العبادة والعمل، بما أننا كما كان يقول أستاذنا أنت أمضيت عقد عمل ملتزم بأوقات عمل ودوام معين إلى غير ذلك، وفيه واجبات تقدمها وفيه عمل تقدمه وعلى أحسن ما يرام على ما يطلب منك إلى غير ذلك، ربما تجد الناس في شهر رمضان يجتهدون في العبادة، ربما يصلي الصلاة في وقتها تراويح إلى غير ذلك، ولكنه منفصل تماما عن العمل وكأن العمل غير مطالب به. بارك الله فيك، يعني هذا شرح في المفهوم. وإلا في العمل عبادة، العمل عبادة، من أصبح كالا من عمل يده، في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني وكأنه كان يقوم ويصلي وكذا إلى آخره، بمعنى أن العبادة لا تتناقض مع العمل، العبادة لها وقتها والعمل له وقته، يعني لا تخلط، لا تدخل العبادة في العمل أو العمل في العبادة، يجب أن تفرز مثل هذه المفاهيم. يعني نحن نجد، يعني هذه من ظواهر شائعة في رمضان، يعني في كل بلاد الإسلامية تقريبا، أن الناس هناك من يتفرغ للعبادة، في من يأخذ العطلة السنوية في رمضان، إذا كانت عطلة معليش عطلة رك، يعني في عطلة رسمية، ولكن أن تكون يعني مأجورا في العمل ثم تتفرغ لشيء غير العمل، هذا هو الذي لا يجوز. يعني لا تخلط العبادة بالعمل، العبادة لها وقتها، يعني واحد يقرأ القرآن مثلا، يصلي النوافل وكذا، ولكن ليس في أوقات العمل. شوف مثلا احنا العقليات تاعنا والذهنياتنا، حين يذهب مثلا أبناؤنا إلى الغرب، في الغرب يلتزم بأوقات العمل، مثال صارخ هذا، صح، في رمضان صح، يدخل على 8 ويخرج على 5، عادي وكأنه في غير رمضان، يلتزم التزاما. لماذا؟ لأن هناك ردع، هناك عقوبات ستسلط عليه لو لم يلتزم، إما في دخله أو في أمور أخرى. ولكن نحن، ولأننا يعني جعلناها وكأنها ثقافة سائدة، يعني المدير نفسه لا يحضر، فكيف يحضر العمال إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت الرقص، بمعنى أنه يعني دائما الناس على دين ملوكهم. يعني الناس حين يرون القائد أو المسؤول الأول في المؤسسة ملتزما سيلتزم العمال ضرورة. عمر بن الخطاب قيل له، يعني في هذا قال له علي بن أبي طالب: عففت فعفوا، بمعنى أنك لو رتعت لرتعوا، يعني عف عمالك، العمال الذين بعث بهم، يعني كل ولاة كباية، يعني الزكاة لا الحكام الذين جعلهم على الأمصار، هؤلاء يعني كان الناس يذكرونهم بخير وكذا. فعمر بن الخطاب يعني أعجبه هذا، يعني أن عماله الذين استعملهم على هذه الأمصار يعني شرفوه. فقال له علي بن أبي طالب، وكان يعني تقريبا مستشارا له، قال له: عففت فعفوا، بمعنى أنك لو رتعت أنت لرتعوا. الناس دائما تابعة للمسؤول بشعور أو بلا شعور، ونحن للأسف الشديد قلنا عمت هذه الثقافة، يعني بداية من المسؤولين الكبار
إلى العمال البسطاء، فأصبحت ثقافة سلبية في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي يجب أن نبين فيه كشامة بين الناس. يعني الأمة المسلمة في هذا الشهر الكريم لو التزمت يعني التزاما حقيقيا بما يجب أن يكون في هذا الشهر لكنا مثال لهذه الأمم التي تجاورنا أو التي تراقبنا من بعيد. ولكن للأسف المسلمون يتندر بهم في مثل هذا الشهر. يعني الشهر الكريم الذي هو شهر عبادة تجد التجار جشعين، يعني يغالون في الأثمان إلى الضعف وإلى ما فوق الضعف، حين بينما نجد أن في الأمم هذه التي لا تدين بديننا، لا تدين بالإسلام، نجدهم في المناسبات الدينية في لانويل مثلا عندهم دي بروموسيون، يعني يخفضون حتى في شهر رمضان أستاذنا بعض الدول الغربية تقدم تخفيضات لبعض المنتجات الحلال بالنسبة للمسلمين. طبعا حتى أنهم ييسرون لهم أمر القيام بعباداتهم، يعني الأمر القيام بالصلوات الخمس مثلا. هناك مؤسسات في بلاد غربية، وهذا يعني حدثني ثقة بهذا، أنهم ييسرون لهم في هذا الشهر الكريم أن يؤدوا عباداتهم، يعني أعلموهم بأن يعني الأجر يضاعف في هذا الشهر في العبادات وكذا، فييسر لهم القيام بهذه الصلوات الخمس مثلا، ويعني يسر لهم أن يأخذوا راحة بسيطة لا يأكلون أمامهم، يعني احتراما لهذا لهم يسمونه الطقوس الدينية، احتراما لهذا الطقس الديني لهم. ونحن بعيدون عن مثل هذه الأمور الأدبية العالية الراقية جدا. سأذنك توقف مع أذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الجزائر العاصمة وما جوارها. حان موعد أذان صلاة العصر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. الكلام تاج الكلام وقد إننا في تاج القرآن الكريم نلتقي بأهل الله وخاصته لنرتقي. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد على رواية ورش عن نافع إنه القرآن الكريم إنها مجالسه الراقية على أرض الجزائر الطيبة إنه يوم الفصل الفصل في من سيتوج بتاج القرآن الكريم حكمه بين الألام وهبنا بمسكه حسن الختام وهبنا بمسكه تحية متجددة لكم مشاهدينا الأفاضل من هذا المباشر برنامج مفاتيح نستأنف فيه نقاشنا حول سلوكيتنا كعمال وكموظفين في شهر رمضان الفضيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يجعلنا ممن يغتنمون كل لحظة وكل دقيقة فيه للتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى. عودة إليك دكتور خليل القاضي، توقفنا عند جزئية الثقافة الغربية المتسامحة إن صح التعبير مع الموظفين المسلمين في شهر رمضان من خلال إعطائهم بعض الأفضليات إن صح التعبير لأداء العبادة. نعم، يعني هذا داخل في الثقافة عندهم وليس يعني محاباة لنا أو لسواد عيوننا، وإنما هي ثقافة عندهم أنهم يحترمون ما كان ملتزما. يعني المتدين عندهم الذي يلتزم بدينه سيكون أمينا معهم، يعني إذا كان ملتزما بدينه فهو أمين مع نفسه، والأمين مع نفسه سيكون أمينا معك، والخائن لدينه والخائن لنفسه سيخونك. لذلك يقدرون هؤلاء المتدينين أكثر من غيرهم، وهذا يعني شائع مشهور محكي بالتواتر تقريبا. يعني الملتزم بدينه أحيانا يتركونه يتعامل مع مباشرة مع لاكاس، يعني مع النقود مباشرة، يستأمنه على خزينته، يستأمنه هذا الغربي على خزينته لأنه التزم بدينه. قلنا رمضان، يعني لو استغللنا رمضان هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيل الذي فيه هذه القيم العليا، يعني الإنسان الصائم متشبه بالملائكة، الملائكة لا تأكل ولا تشرب. يعني الإنسان في هذا الشهر إذا حفظ لسانه يعني. نعم، يعني الروح تصفو، تصفو الروح. لذلك في رمضان يعني جل الكرامات للأولياء يكون أقصاها في هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان. يعني في الليل تكون قائما لله تعالى، متهجدا قائما في محرابه، وفي النهار تغدو صائما، صائما عن الفحش وعن البذاء وعن حتى عن الرياء والمماراة والجدال وكذا، فتصل إلى أفق ربما تتجاوز فيه حد الملك الكريم. فهذا الشهر يعني لو استلهم المسلمون هذه القيم العليا مثلا حية تعيش بين الناس لكنا قدوة للآخرين، لدعوناهم بسلوكنا قبل أقوالنا. صحيح، بارك الله فيك أستاذنا، ربي يبارك فيك. أول اتصال أحمد من العاصمة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا أحمد بك ومرحبا، تحية لك والأساتذة الأفاضل وكل المشاهدين والفريق العمل من أكثر هذه الأمسية المباركة أخويا أمين. الله يحفظك، تفضل. والله شوف، يعني إحنا بكل صراحة ليش لنا قدرة يعني باش نحل الموضوع مثل هذا، أهل الاختصاص هم أدرى بذلك، لكن فيما يخص يعني حسب ما جاء في عنوانكم يعني تسيير الثقافة البشرية وخاصة في شهر رمضان هذا. يعني الإنسان لابد أن يكون واعي كل الوعي، بأن الضمير يكون ضمير صحي ويكون يعني له عنده ارتباط بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه يقول لك وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون. ما هوش يقول لك انا في رمضان هذا، كاين بزاف ناس يعني عندهم الفكره في رمضان هذا يقول لك انا في رمضان ما نخدمش، انا في رمضان نخرج كونجي.
فهمت خويا امين؟ اها. وهو يعني في الحقيقه يعني في الاصل والله الشهر الشهر اجتهاد، لانه سبحان الله العظيم ربي سبحانه فضل على كل الشهور، ولابد ان نبذل جهد كبير في هذا الشهر. يعني نبذل جهد كبير لان فيه شهر التوبه، شهر المغفره، شهر الرحمه، شهر استباق الخيرات، كل 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 فعل فيه يعني ربي سبحانه عز وجل يتقبله ويرضى به من طرف الانسان اذا كان فعلا مخلصا لوجه الله. هذا هو يعني لازم النية والإخلاص والصدق والإرادة وكل هذه المواصفات لابد أن تكون في الإنسان حتى يكون يعني على قد مستوى. هذا هو يعني بالنسبة لنا كما ذكر أستاذنا خالد المقبل، يعني شو لما تشوف يعني في الدول الغربية أخويا أمين وكتبهم في رمضان، يعني سبحان الله هم غير مسلمين ولكن يجيو واحد الأمور يعني تجي في بالك، يعني كاين بعض في بعض العواصم الأوروبية صدقني أخويا أمين غير يفتحوا أسواق مجانا في رمضان. هذا هذا هو المطلوب منا احنا كمسلمين، علينا العمل والعمل والعمل والاخلاص والصدق والاحسان. هذا هو صح. بارك الله فيكم اخويا امين. الله يجازيك بارك الله فيك انت كذلك على هذه المشاركه الطيبه. اذا تقريبا صارت ثقافه شائعه اننا نجعل رمضان للخمول والكسل، وهذا للاسف الشديد نشاهده ونلاحظه عيانا في شهر رمضان من خلال الكثير من المؤشرات. استاذنا بروفيسور، ربما ظروف العمل لو قيست بما كان ماضيا الآلة لم تكن بهذا الشكل، وحتى مكيفات الهواء وحتى النقل إلى غير ذلك، يعني الحياة أصبحت سهلة يسيرة ولكن الإنسان يزيد تكاسلا إن صح التعبير. نفس الشأن بالنسبة للموظف، وربما هنا هذه الحجة، حجة أنني صائم وحجة رمضان وحجة أنني متعب من قيام الليل أو إلى غير ذلك، ربما تسقط أمام هذه التقنيات الجديدة وهذه التسهيلات في العمل. لا هي حتى باستثناء بعض الأعمال يعني الشاق. لا هي حتى تلك الأشياء يعني في الواقع أنها لا يجب أن لا تكون حجة. لماذا؟ لأن الأصل في رمضان أنه يكون الإنسان أقرب إلى الله. وكل ما يكون الإنسان أقرب إلى الله فيستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى له. ولما يستشعر الإنسان رقابة الله سبحانه وتعالى معنى ذلك أنه يخلص في العمل ويحسن العمل. لماذا؟ لأن المسألة لأن أشكال السرقة تتعدد، لكن أخطر أن أشكال السرقة هو سرقة الزمن، لأن أي شيء سرقناه بإمكاننا إرجاعه إلا الزمن، إذا سرقناه فلا يمكننا إرجاعه. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن أي تضييع في العمل هو بشكل أو بآخر تضيع للعمر الإنساني الذي لا يمكن للإنسان أن يسترجعه. ومن هنا فإن الواقع أن ربما يعني من المعاني الأساسية الموجودة في شهر الصيام هو التعامل مع ما يسمى اليوم بميزانية الوقت. ميزانية الوقت، اسمح لي أستاذنا توقفوا عند ميزانية الوقت، تشرح لنا إن شاء الله بعد هذا الاتصال. أم عبد الله من العاصمة، السلام عليكم. نشكر الحصة خويا، على نشكركم على هذه الحصة ونشكركم على بزاف يعني تفيدونا في هذه الأيام كلها، يعني نسمعوا لكم ونتبعوكم ونشكركم على هذه الحصة. على كل حال حبيت نتدخل في هذا على هذا الموضوع اللي كنت هضروا فيه. على كل حال صح، ما كوش دوكا في رانا هنايا الجزائريين كاع يحبوا كاع يديروا سبايب، هاوليك رانا رمضان رانا عيانين ولا رانا خدامين في الخدمه يتكاسل في الخدمه يروح روطار دائما هانا نشوفوا فيهم بعينينا. وما كانش اللي يروح يحوس حق يعني حق ولا دوموندي شغل ولا ويلقى سيرتو البلديات، تروح البلديه رينا نروحوا البلديه تصيبو تقول لك هاك شوش حياطيك نشنف عليك ونموسي عليك وتروح دوموندي ورقه، احنا ناس مشغولين عندنا ديارنا عندنا ولادنا عندنا، تروح ليه هذيك الصيفه حتى تولي تحب تهرب ما تدير شغلك. صح. وحبيت ثاني نهضر يا الاخ على الاسواق اللي رانا فيها. ربي يهدي ان شاء الله كاع المؤمنين وان شاء الله يهدي كاع هادو. رحنا لسوق باب الواد. على كل حال رحنا نقضوا، رحنا على كل حال نوجدوا سيدنا رمضان كيما احنا كيما كاع الجزائريين المسلمين مهما كان لازم العبد يقضي. رحنا دخلنا ما قدرنا نشرو حتى حاجه. تصور كل حاجه دوبل ولا تفيبل، ماشي دوبل بس.
صح كيفاه يعني لو كان نقدر ام عبد الله ما كان راكم هكذا يعني الحصص كاع تهدر والدوله والناس والحراك والحاله ام عبد الله ما كاين والو ام عبد الله نعم. هي من المفترض صح أن التجار لا يغتنمون هذه الفرصة ويزيدون في الأسعار كاين فقط كذلك ربما إشارة وربما توافقين عليها أن الإنسان كذلك ما يبرمجش ربما الشراء تاعو في هذه اللحظات لأنه يزيد الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار بمعنى أنه حتى إحنا ما نخليه لهمش هذه الفرصة كل واحد ظروفه صحيح كل واحد ظروفه كاين اللي قادر اليوم يقضي كاين اللي البارح كاين اللي على السنه قضية انت راه كل يوم الشراء راه كل يوم مي هما يا بن عمي يغتنموا الفرصة ويزيدوا في الأسعار أم عبد الله نعم أنت كربة بيت ربما إيه؟ الأمهات ربما هما اللي يكثفوا من العمل في شهر رمضان مع المطبخ يعني هذا هو الاستثناء الوحيد ربما اللي نشوفوه في المجتمع الجزائري سبحان الله ربي يبارك فيك إن شاء الله وصحة رمضانك على كل حال تعجبني بزاف هذه الحصة الله يحفظك الله يحفظك كل ما تكون حصة هكذا نحب نشارك ان شاء الله نسمع من اللي عندكم ربي يجازيكم صحة آمين. رمضانكم آمين وجوده بالصحة والهنا ان شاء الله ربي يبارك فيك ان شاء الله معليش لو كان يسمعونا ولو كان يواسوا من عندنا ومن عندكم يواسوا يرحمونا ان شاء الله ان شاء الله هذا واش نحوسوا احنا وهذا ما نأمله الله يبارك فيكم عبد الله وصحة رمضانك ربي يجازيك صحة رمضانكم صحة على كل عندنا هذه المواضيع يعني على مدار السنة في خصوصا مع مقربة من شهر رمضان نتحدث دائما على سلوك التجار كذلك الذي ينافي في كثير من الحالات تعاليم الشريعة الإسلامية بروفيسور نعود إلى مسألة ميزانية الوقت قلت أنا ميزانية الوقت لها أطرافها هي تتكون من ماذا يعني جزء من الزمن مخصص للعمل جزء من الزمن مخصص للراحة جزء منه مخصص للأكل وجزء منه مخصص للعبادة يعني نحن على الأقل في شهر رمضان أن ذاك الوقت اللي كان مخصص للأكل يعني يمكن استغلاله إما أن يتوجه ويوزع بين العادة بين العمل وبين ماذا وبين العبادة صح. نحن في الواقع أن هذاك الزمن الذي يفترض بأنه سوف يخصص ويوزع بين العبادة وبين العمل لسه ندري كيف يذهب يعني يضيع هذا يعني المشكل الأول المشكل الثاني هو أننا نتصور اليوم هذا بالنسبة لرمضان وبالنسبة للحج كثير من الناس يظن بأنه يذهب للحج ولا يتعب وكأنه في رحلة سياحية استجمامية ترفيهية أبدا وكذلك الحال أيضا وكأن الناس أصلا أن الله سبحانه وتعالى ما شرع الصوم إلا لكي يوطن الناس على الصبر وتحمل السعب صح. والأستاذ تفضل وتكلم على أن كيف المسلمون أنهم انتصروا وخاضوا المعارك في شهر الصيام بل ربما من الحكم البارزة هو أن هذا الشهر سمي برمضان يعني نسبة للرمضاء لشدة الحر يعني معنى ذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى فرض هذا الشهر يعني صحيح أنه هو شهر قمري يدور عبر ولكن أول مرة لما يعني فرض فيه الصوم كان في فصل شديد الحرارة وسمي الشهر برمضان من الرمضاء من شدة الحرارة يعني فيه يعني المشقة يعني. أصلا مبني على المشقة وهذا بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم على أولئك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام معنى الذين لا يستطيعون تحمل هذه المشقة أعفاهم الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه لا تكلف إلا بمقدور إذن مسألة أساسية لأن الصوم هو تدريب للنفس على التحمل تدريب للنفس على الامتناع عن الأكل والشراب تدريب للنفس لمواجهة الطوارئ الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الحصار في شعاب مكة لم يكن يأكل ولا يشرب مع رهط الأوائل من المسلمين فهذا الصيام جاء لمواجهة مثل هذه الظروف كثير هي المجتمعات اليوم إسلامية وغير إسلامية لاعتبارات أحيانا ظالمة يفرض عليها الحصار فتجد نفسها في مواجهة نقص من بعض المواد أو من بعض المنتجات الصوم هو الذي يواجهها
محمد إقبال لما يتكلم، لا عموش محمد إقبال شاعر، المهم أحد الشعراء العرب لما يتكلم عن الهندي غاندي، يعني كيف يعني كيف واجه الإنجليز بالصوم بالإمساك عن الأكل والشراب بالامتناع عن استهلاك منتجات العدو، مقاطعتها هي مقاومة. والواقع أن المسلمين يفترض فيهم هم الأقدر على هذه المقاومة، ومن ثم فإن الصوم ليس بأي حال من الأحوال مبرر لا لزيادة النوم، ولا مبرر للامتناع عن العمل، ولا مبرر لزيادة الأكل. العكس، بنفس بنفس القدرات، بنفس الأكل، بنفس القدر من الطاقة التقليدي مع الامتناع عن الأكل والشراب، بإمكاننا أننا نواجه مهمات الحياة. وهذا أيضا فيه تدريب للنفس البشرية على أنها كيف تدير مواردها. لماذا؟ لأن يعني لعل من بين الجوانب الخفية في الصوم هو كيفية إعادة تخصيص الموارد. يعني نحن عندنا موارد كنا نوجهها هكذا وهكذا، في رمضان سوف نتعلم كيف نعيد توجيهها. من بين هذه الموارد هو مورد الزمن، كيف نعيد تخصيصه من أجل إنتاجية أكبر، من أجل عائد أكبر، من أجل التزام أكبر بالوقت. ولهذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني في العطاء هو سلوك يومي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يعني أجود ما يكون، أجود ما يكون، العمل يفترض فيه بأنه يزداد وهكذا دواليك. ومن ثم فإنه لا يمكن أن نعتبر بأن الصوم هو فترة للاستجمام. يعني للأسف أن في بعض الإدارات يعني تجد يعني أن الإدارة تتحول إلى مكان مرقد، إلى مرقد، صح، إلى مرقد، صح. يغتنم الناس وجود مكيفات خاصة، ولكن للأسف لا، هو ما لا يدري بأنه في الواقع إنما يتعدى على حقوق الناس، أولئك الذين يطالبون بالخدمات، يتعدى على حقوق الناس، أولئك الذين يدفعون الضرائب، دفعوا الضرائب من أجل تشغيل هذه الأجهزة، من أجل تمكين تلقي الخدمة كذلك، من أجل تلقي الخدمة وتمكين هؤلاء من أداء وظائفهم، وليس من أجل النوم، صح، وهكذا دول. والواقع أن لو كل الناس أنهم يسلكون هذا المسلك، معنى ذلك كل الناس سوف نكون ضحايا هذا السلوك، كلنا ضحايا. لماذا؟ لأن الأمر، أنا أعمل بالبلدية، لما يأتيني فرد ما هو ضحية سلوكي، لكن في المقابل الآخر هو يعمل في المشفى، لما أذهب إليه سوف أكون ضحية سلوك، يعني دائرة. والآخر يعمل في البريد، الواقع لما يقوم بهذا السلوك سوف أكون أنا ضحية سلوك، والناس كلهم يلعنون الزمن الردي وكلهم شركاء في هذا الزمن الردي. الله، الكل ضحية والكل يعني مدانين وكل مساهم يعني، صح، الواقع. صح، بارك الله فيك بروفيسور، توصيف يعني دقيق جدا لواقعنا للأسف الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نغتنم هذا الشر لتغيير هذه السلوكيات. والبداية دائما تظهر بمسألة المفاهيم والنظرة إلى الأشياء، وربما نظرتنا إلى شهر رمضان على أنه يكون يعني سهل وما فيهش مشقة، هذا يجب أن ننزعه من أدمغتنا إن صح التعبير. أستاذنا دائما كذلك مع شهر رمضان، وللأسف الشديد ودائما ندندن حول مسألة الوقت، وربما الناس تطلق العنان لأنفسها في السهر وقلة النوم في الليل إلى غير ذلك، ثم ينعكس ذلك على أدائها في العمل، بخلاف من يسهر ربما في طاعة الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأمور. الكثير من الناس يسهرون فيما لا طائل منه، ثم صباحا يا إما راقد يا إما يروح للعمل وهو شبه راقد إلى غير ذلك، وحتى أداء ربما للعمل يكون صعب عليه باش يتأقلم مع هذه الأجواء. يعني البداية تبدأ ربما من السهرات. طبعا يعني هناك عوامل كثيرة، سلوكيات يعني، نعم، سلوكيات كثيرة، وخاصة الآن هناك مغريات كثيرة أكثر من قديم. يعني الجيل تاع الشيخ عبد المجيد واللي قبله لم تكن مثل هذه المغريات التي تغري بالسهر، صح، ولكن الآن هذا الشباب وكذا يعني ابتلوا بهذا. ولكن الإنسان دائما يكبح جماح ميول نفسه وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإن هما محضا كالنصح في التهمي كما قال البوصيري في البردة. يعني النفس دائما تميل إلى اللذة والراحة، النفس الإنسانية مجبولة على الميل إلى ما هو لذيذ وما هو مريح دائما.
ولكن الإنسان الذي يكبح جماح نفسه، هذه الشخصية السوية، الإنسان ليس كالحيوان. الحيوان حين يشتهي يقضي شهوته، يقدم ويقضي شهوته، ولكن الإنسان يشتهي ولكن يكبح جماح شهوته بعقله وبوازعه الديني. والوازع الديني أكبر ما يكون مستوى يكون في رمضان. صح. يعني إن لم يرتفع وازعك الديني في رمضان فلا أراه يرتفع في غير رمضان. لماذا؟ لأن شهر رمضان أولا فيه أجواء روحية كبيرة جدا، مادية ومعنوية. مادية أن الملائكة تهبط إلى السماء في كل ليلة، يعني بأعداد لا يعلمها إلا الله تعالى، يعني هناك أنوار صاعدة نازلة من السماء إلى الأرض في شهر رمضان بالتحديد. في شهر رمضان تصفد الشياطين، يعني الكثير يسأل يقولنا إذا كانت الشياطين تصفد يعني فالسلوكيات السيئة تربط بالأغلال، لماذا نرسب وشتم في الشوارع وكذا والأمور هذه المنكرة في الأسواق؟ والجواب على هؤلاء أن النفس الأمارة بالسوء أصعب من الشيطان بمئات المرات. وفيهم أستاذنا اسمح لي على المقاطعة، يعني تذكرت وهي نكتة إن صح التعبير، قال لك يعني العام بطوله وعرضه كان الشيطان يدفعك وكأنك السيارة التي تعطيها سرعة ابتدائية، يعني تدفعها وفي يلحق رمضان تبقى تمشي بهذه السرعة الابتدائية اللي كانت عندك، ربما السلوكيات اللي اكتسبتها طيلة العام طبعا. وكان الشيطان يدفعك إليها، يعني تبقى تدفعك كذلك في شهر رمضان. إيه يعني نعم. السلوكيات لازم تغيرها كل رمضان. لأنه الشيطان له مداخل إلى هذه النفس. في حال ضعف هذه النفس يدخل الشيطان. صح. لماذا عمر بن الخطاب حين يسلك في الجن يسلك الشيطان في الجن غيره؟ ليس هناك مدخل يدخل إليه من نفس عمر بن الخطاب القوية الملتزمة المتماسكة، لكن النفوس الضعيفة هذه، يعني نفوس العامة، يعني نفوسنا جميعا، هناك مداخل ثغرات يجد الشيطان نفسه للدخول إليها. يعني إن سمحت أفصل في هذه القضية قليلا. هذه النفس الإنسانية حين تضعف الشيطان يجد السبيل ميسرا للدخول إليها، يعني حتى يوم القيامة حين يشتكي منه الذين اتبعوه يقول مجيبا لهم لا ليس هذا، يقول إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بارك الله عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بمعنى ليس له سلطان على الذين آمنوا أبدا. الله تعالى لم يجعل سلطانا للشيطان على الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي يفتح له الطريق ليدخل هذا الشيطان بكل أريحية. لذلك في شهر رمضان تصفد الشياطين ولكن لا تنقطع هذه الأعمال المشينة في هذا الشهر. فالجواب هو هذا، الإنسان الذي يكبح جماح نفسه يرتقي إلى أفق الملائكة ولا يكون للشيطان أدنى فرصة للتقرب منه. بارك الله فيك دكتورنا. تسأل آخر محمد صغير من ورقلة. السلام عليكم محمد صغير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وشكرا سيدي بالنباس. والله نعم الحمد لله. تحية للأساتذة الكرام معك. الله يجازيك. نتمنى إن شاء الله يكون رمضان كما قال مبارك على الجميع، ويكون إن شاء الله رمضان النشاط والحيوية. آمين. للأسف يعني كما قال احنا الجزائريون ربما على وجه الخصوص يعني رمضان أصبح ربما شهر كما يقولوا بالدرجة التفنيين للأسف. والله الأخ يمين يعني نتمنى إن شاء الله هنا في المستقبل كما قال الأساتذة في حصص سابقة نستغل هذه العدوى الإيجابية للشباب الجزائري فيما يخص خاصة موائد رمضان. وهذا الفعل الإيجابي اللي صدقني مرة يعني واحد مغربي هنا عندنا في تمسين يعني بعد ما كملنا المائدة نقلته معايا في السيارة قال لي صراحة احنا ما عندناش هذه الموائد بهذا الشكل عندكم في الجزائر. يعني اعترف لي وقال لي بالفعل هنا كما يقول الخير مبسوط عندكم. وبالتالي نتمنى إن شاء الله في المستقبل هذه العدوى الإيجابية في الأعمال الصالحة وخاصة هذا كما قلت الإشراف على الموائد نتمنى تستغل في الأيام العادية، ما تبقاش مرتبطة إلا بأيام يعني الشهر الفضيل. إن شاء الله. كما تعرف الأخ يمين في الغرب العمل التطوعي ربما كما قال مثلا في مش عارف أنا سمعتها مرة
قال الامريكي مثلا عنده في العام اسبوع يتطوع به مثلا كما يقولوا الدوله نتاعو في الجانب التطوعي. وحنا في بعض الاحيان تشوف مثلا الجهات المعنيه كي تحب باش تاطر بعض العمليات قال اجمل مدينه وكذا ما تلقى الصدى. لكن بعفويه الشباب كما رانا نشوفوا هذه الايام واحد الظاهره انتشرت كذلك في قضيه تزيين المدن كما نقولوا وخاصه ما يسمى برسم الشوارع. صح. ربما هذا اللفته كذلك الانسان يكون يعني ايجابي يعني الدوران والفضاءات الفارغه. شوف يعني كيف في بعض الاحيان الوصايه ما تكونش يعني في كما قال في الـ في الـ في, الـ في الجوق الشباب يطوعوا وحدهم. احنا نتمنى ان شاء الله في المستقبل. محمد صغير. ايه. اسمح لي فقط اغتنم ربما الحديث معك، انت دائما تضرب لنا امثله ببعض المؤسسات الغربيه المتواجده في الجنوب خصوصا في حاسي مسعود، ربما ما ترصدش ربما تثاقل كذلك في حركه العمال ثم الى غير ذلك من الامور التي نشهدها من الجزائريين. واحد هاك تحكي المجال لواحد يعني يحكوا لي دائما العمال اللي يعملوا في الشركات البتروليه. شوف المشكل تاعنا دائما العامل الجزائري ياخذ بالسلب. قال لي مثلا الغربيون ياخذوا بعين الاعتبار قضيه العامل الصائم ويعملوا له يعني كما نقولوا خصوصيه. لكن من بعد للاسف يكتشفوا البعض للاسف ربي يهديهم كما يقولوا هو ماهوش ربما صائم ويدخل مع الشله نتاع الصائمين باش يستفيد من تلك الامتيازات. ويكتشفوا الامر نتاعهم بعد وتعود له يعني كما قال في بهذله وما شر ذلك. وكما قلت لك يعني صراحه خاصه ربما الجانب الاداره نتاعنا عندنا شويه هذاك التثاقل في ربما العمال نتاعنا. وهذه كما قلت للاسف يعني ظاهره نتمنى ان شاء الله مع هذا الحركه كما نقولوا نتمنى هذا الصور السلبيه لانه كما قال التغيير يبدا من انفسنا يبدا من المواطن في حد ذاته. وان شاء الله مدرسه. اسمح لي الاخ لمين نفتح واحد كنت باش نبدا به واحد القوس مؤخرا عندنا واحد ربما هذه ما عندهاش علاقه بالموضوع لكن للاسف يعني الجانب الاعلامي ما اداش حقه في هذا الجانب. تصور يعني قبل اسبوع كان فيه واحد الحفل لتكريم 137 خاتم للقران الكريم. الله يبارك. وشكرا. الله يبارك ما شاء الله وربي يحفظهم ويحفظ الاولاد الذين سهروا على تربيتهم وكذلك معلميهم. ربي يبارك فيك محمد صغير. ناخذ اتصال اخر ام مصطفى من عين دفله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك تفضلي. واش راك وليدي؟ والله نعمه الحمد لله. الحمد لله. واش راهم الشيوخ اللي راهم في المباشر منورين الشاشه؟ الحمد لله الله يجازيك تفضلي. الحمد لله. وليدي حبيت برك ندخل في شويه موضوع راكم الله يبارك دخلتونا في موضوع والله غير نستنفعوا منه وينستنفعوا منه وليداتنا وينستنفعوا منه كاع ان شاء الله الأمة المحمدية إن شاء الله يا رب. برك حبيت نسأل ونطرح شوية بغيت نفهم شوية في الموضوع تاع سيدنا رمضان. بكل صراحة احنا الجزائريين كما كانوا يحكيوا الشيوخ ويا كانت الأخت دخلت من قبل نحبوا دائما نديروا كيما لشهر رمضان ونديروا له حاجات اللي هكذا نفرحوا بها وحاجات اللي كما نقولوا احنا نقضيوها. ولكن من جهة الطاعات حبيت نفهم من الأستاذ شويه كاين نقص من طرف ولادنا من جهه الطاعات من جهه الصلاه ولا من جهه قراءه القران. حبيت هكذا من الشيوخ يعطونا بعض الادعيه او بعض الاستفسارات كذا هكذا نقدروا نواسوا وليداتنا على هذا. شحال في عمرهم الاولاد هذو ان شاء الله؟ والله كاين وليدي الكبير الله يبارك عنده 6 دراري وراه متزوج وكبار وعندي بنات ثانيتك متزوجات وراهم بديارهم. ولكن محسوب حبيت هكذا ندخلوا معلومه صحيحه في هكا في رسالة ولادنا ينتفعوا وهذا الشهر ان شاء الله نقضيوه ان شاء الله في الطاعات ان شاء الله يا رب وقيام الليل وقراءه القران ان شاء الله. حبيت من الشيوخ ندي معلومه صحيحه ومعلومه اللي نستفيدوا منها يا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ونشكركم على هذا القصه وماذا بينا في هذا سيدنا رمضان ان شاء الله يزيدونا من المعلومات اللي نستفيدوا منها. وش نقول لكم وليدي ان شاء الله رمضان مبارك ويدخل علينا ولك كذلك وكل العائله وكل المشاهدين ان شاء الله. بارك الله فيكم مصطفى. الله يبارك في حسناتك. ربي يجازيك ان شاء الله. ابقي في المتابعه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله بارك الله فيك. على كل نعود للنقاش نتوقف مع بعض الومضات الترويجيه لبرامج قناه او بعض برامج قناه القران الكريم في هذا الشهر الفضيل. الشيطان الرجيم
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا يا دنيا فاشهدي ويا جزائر فاطربي فإننا في تاج القرآن الكريم نلتقي بأهل الله وخاصته لنرتقي. الفصل في من سيتوج بتاج القرآن الكريم. يا حي الأرواح حبوك يا بلادي حبوك يا بلادي حبوك يا زينة البلدان لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. رمضان شهر الانتصار. هلا سألوا إذا لم يعلموا. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفضاء الرمضاني. ندعو الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر الفضيل وأن يبارك في هذا المجلس الطيب المبارك. نعمة الله علينا. سؤالنا لنهار اليوم يقول: ما اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يركبها عندما دخل المدينة مهاجرا؟ هذه ما نعرفهاش. ما عنديش فكرة. اسمها القسورة. اسمها القصوى. إجابتك صحيحة. مع القرآن ترتيل وذكر. في هذه الجلسة الرمضانية وفي هذه السهرة النورانية القرآنية، لما جاء الإسلام عالج هذا الواقع فجعل لهؤلاء المستضعفين الذين هم في هذه الحالة مخارج كثيرة. حلقة جديدة من برنامجكم حديث الروح. حديث الروح. الله الله ربي دنيا الغرارة وفنت ونادم الغفل وما صلى شوما. شنوصي لقايا شنيش تذم دوكلينو ولا نخدمي من بعضنا ينايا شكاش كتقالت قدو مثايا قدوني ثايا ما تقاذينغ ذداث نغام زوارو آدم عليه السلام. هذه القصة كيف بدأت؟ عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلما وصل إلى السجدة سجدوا. Nous allons parler aujourd'hui d'astronomie dans le Coran. Il s'agit là d'un sujet qui va nécessiter un certain nombre de préambules, de préliminaires, et c'est ce que nous allons faire, inshallah. مشاهدينا الكرام نرحب بكم جميعا إلى عدد جديد من برنامج مصحفي لنستفيد وإياكم من سؤالي ومعلومتي اليوم. آية من آيات القرآن الكريم ذكر فيها مسجدان، ما هي هذه الآية؟ سورة الإسراء. ممتاز. شاكي تعرف فيه شهر رمضان وش فيه؟ فيه الصلاة، فيه الصدقة، فيه الأفعال الخير. نطرحوا لك سؤالنا إن شاء الله تفوزي معنا. سؤالنا يقول:
ما معنى أو ما المقصود بالنجدين في سورة البلد؟ وهديناه النجدين. هديناه النجدين بمعنى على ما أظن، وهديناه الجنتين، وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. في الدنيا هذه كاين سبيلين، كاين سبيل الخير وسبيل الشر، كيما الطرق، كاين طريق يؤدي للنجاح، طريق يهدي للهلاك، يعني وهديناه النجدين، هو هاته السبل، سبل الخير وسبل الشر. إجابتك صحيحة سيدتي، مبروك عليك. الفوز بهدايا قناة القرآن الكريم، هنيئة لك سيدتي، الفوز بهدايا قناة القرآن الكريم، هذا المصحف. يرتوي قلبي أمانا وحنانا وسلام، حين أتلوه بهمس، حين يجمعنا المقام، وأرى فيه يقيني، فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله علينا نور الطريق. إذن هذه لمحة عن برامج قناة القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه. إذن عودة لنقاش اليوم من برنامج مفاتيح، وفيما تبقى من عمر البرنامج نغتنمه في استكمال بعض النقاط الخاصة بتوظيف الطاقات البشرية في المؤسسات أحسن توظيف، خصوصا في شهر رمضان، ونبذا لتلك الثقافة التي أصبحت سائدة في اعتبار شهر رمضان شهرا للكسل والخمول. أستاذنا، باعتبار رمضان من الوجهة الإيجابية مدرسة سلوكية نتعلم فيها السلوكية الإيجابية، محمد الصغير ربما منذ قليل من ورقلة تحدث عن العمل الخيري الذي يزداد في شهر رمضان، لما لا يكون كذلك التطوع من جنس العمل الذي نقوم به، أن نضيف ولو دقائق ربما من أوقاتنا في العمل زيادة للمردودية والإنتاجية. هو الأمر يتعلق بجانبين. الجانب الأول اللي ممكن نكشر إليه هو فعلا لو كان كل واحد اليوم بأنه يتصدق. لماذا؟ لأن وجه الصدقة لا تتعلق فقط بالصدقة بالمادية، قد يكون جزء من الصدقة هو صدقة الجهد، صدقة الجاه، صدقة الزمن. صح. بل هناك من اعتبر بأن الزمن يمكن أن يكون وقفا، فلماذا لا يوقف الإنسان جزءا من وقته في أفعال الخير أو في العمل الذي يؤديه؟ يعني ما ضر الإنسان في مؤسسة من المؤسسات أو في مصنع من المصانع أن يوقف لله سبحانه وتعالى 5 دقائق زيادة في العمل أو 3 دقائق أو دقيقتين، ونتصور اليوم جمع هذه الدقائق في مؤسسة فيها تقريبا مثلا 100 عامل، 100 عامل في 5 دقائق كم هي؟ 500، يعني 500 او باش يعني باش نسهلوا العمل، يعني في الواقع نقولوا مثلا 6 دقائق وفيها 100 عامل تولي 600 دقيقه. صح. 600 دقيقه تقسيم يعني 60، يعني اني عندي 10 ساعات في العمل، وكأن في عامل يعني عمل يوم إضافي. عمل صح. يوم زائد ساعتين، يعني نتصور يعني ونتصور الامر هذا يعني انه يتم يعني على مدار الشهر او على مدار الشهر، يعني كم يكون يعني على الاقل يوم يوم، معناه وكاننا اضفنا انتاج شهر بالاضافه الى ساعتين يوميا، ساعتين على مدار الشهر معنى ذلك ساعه، معناتها 60 ايضا 60 ساعه، معنى ذلك وكاننا مع يعني شايف وكأنك يعني أضفت عاملين في ذلك الشهر. نعم، هذا يعني مسألة يعني ظاهرية. المسألة الثانية وهي إتقان العمل. صح. يعني نحن مشكلتنا اليوم هي مشكلة مزدوجة. المشكلة الأولى هو عدم الالتزام بالمواعيد والأوقات، هذه مشكلة لا غبار عليها. لكن الإشكال الثاني هو أن حتى العمل الذي نقوم به فإنه لا يتقن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحم الله ومن عمل عملا وأتقنه، والإتقان هو مسألة جوهرية. لماذا؟ لأن الهدر، سبب الهدر، سبب الضياع اليوم في الموارد، في الطاقات، في القدرات، هو ناجم عن عدم الإتقان. ونشوفوا أمورنا اليوم في بيوتنا والله في 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 أحيانا نشتري كثير من الحاجات بدلا من أن نستخدمها سوف نرمي بها إلى النفايات، ونشوف يعني كم حجم الخسارة.
هدروا الزمن في إنتاجها، المواد الأولية التي دخلت في إنتاجها، والمقابل الذي أنفق من أجل اقتنائها. يعني كم فوتت الأمة على نفسها من فرص هذه الأموال، الموارد الأولية، هذا الزمن كان بإمكانه أنه يوجه توجيها آخر من أجل إنتاج أو تقديم خدمات أخرى. وأكبر مشكل اليوم أن نعانيه في مجتمعنا هو عدم الإتقان، عدم القيام بالأشياء على وجهها الصحيح. الأمر مش يتعلق فقط بالهدر، بل أحيانا يتعلق بكوارث. يعني نتصور أحيانا في مصنع لإنتاج المواد الغذائية أننا لا نتقن، لا نراعي المقاييس، لا نراعي المعايير، ما هي الانعكاسات على صحة الإنسان، على حياة الإنسان. ونتصوروا بالأمس كنت نتفرج في قناة من القنوات، يعني أطفال في رحلة من الرحلات، يعني وهذا غير تعرضوا للتسمم. ومنهم من تعرض للتسمم، يعني كيف نقول تسمم حاد، تسممات حاد. يعني في النهاية ما هي أولا، يعني كم سوف ننفق على هؤلاء الأبناء؟ من أجل ماذا؟ من أجل استرجاع صحتهم. الآن الكثير منهم اليوم راه منقطع عن الدراسة، معنى ذلك كم ضيعوا يعني من معارف بالنسبة للأمة. والجانب الآخر، أولئك الذين أنفقوا الأموال من أجل خسارة تلك المأكولات، يعني دفعوا الأموال، الأموال ذهبت. واليوم نحن حايرين كيفاش يعني نرجع صحة أولادنا ونخسر عليهم، وأولادنا اليوم في شقرة. يعني شايف عدم إتقان الكلفة، يعني وهذا التكلفة عدم الإتقان. وهذا مثال بسيط. ونتصور في الأشياء اليوم، يعني المنازل، العمارات، الناس يعني تقطنها، تسكنها نتيجة عدم الإتقان. ما هي أحيانا التكلفة؟ هي حياة بشر، يعني لو تتعرض لأدنى هزة، لأدنى تحرك، يعني تسقط على ساكنيها. وفي النهاية أن المجتمع يعني أنفق الأموال على الإسمنت، أنفق الأموال على الحديد، أنفق الأموال على الخشب. أن الناس الذين يعني كانوا يعملون، عملوا، ضيعوا زمن من أجل إنجاز تلك أولئك الذين اقتنوا تلك، هم يؤجرون، دفعوا الإيجار، وفي النهاية خسرنا هؤلاء الناس. وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة عدم الإتقان. الإتقان بالنسبة للذي ينجز، الإتقان لذاك الذي يراقب أيضا، يعني مشكل الإنجاز والمراقبة. حتى أولئك الذين يراقبون في الواقع أنهم لا يتقنون. وبالتالي التعامل مع الزمن هو تعامل مزدوج، من جهة من حيث الكم، يعني الالتزام بالمواقيت، إضافة الزمن، هذا شيء إيجابي جيد، ولكن أيضا كيفية التعامل مع الزمن، التعامل الكيفي مع الزمن، الجهد الذي نبذله لابد أن يكون موافقا ومطابقا للمعايير وللمواصفات، بحيث أن الخدمات التي نقدمها تكون قادرة على الإشباع، وكذلك أيضا المنتجات التي نقدمها للغير تكون قادرة على الإشباع وتشبع الإشباع الجيد وتمكن من الإشباع الجيد. إذن هذه هي المسألة الأساسية التي نتكلم. حتى ربما في نهاية الشهر في زكاة الفطر هي لجبر الخلل إن كان في صيامنا، نعم، ليعتبر الإنسان منا تلك الدقائق ربما جبرا لما كان تقصيرا منه في العمل ولم يؤديه على أحسن وجه، من ناحية سرقة الوقت من غير قصد يعني، أو كذلك من ناحية الإتقان. بارك الله فيك بروفيسور. دكتور خليل، أم مصطفى من عند فلا، وإن كان أخرجتنا قليلا من الموضوع، ولكن دائما في اغتنام الوقت في شهر رمضان وفي استغلاله أحسن استغلال، تحدثت عن بعض ما يمكن أن ننصحها به لاغتنام هذا الشهر في الصلاة، في قراءة القرآن، في الأدعية، في جو ناري لتربية وتنشئة الأبناء على ذلك. ثم تفضل. نعم، يعني الأساليب كثيرة على كل حال، ولكنها كلها تدندن حول هدف واحد. الهدف الواحد هذا هو أن يتقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، والوسائل متاحة خاصة في أيامنا هذه. يعني قديما ربما كان يتعسر على الواحد أن يتعرف على مثل هذه الوسائل. الآن الأدعية موجودة يعني في الأنترنت، الأدعية المأثورة وكذا، يعني اللي ما عندوش كتب ورقية هذه يمكنه أن يطلع على التفاصيل. ربما تتحدث أم مصطفى وهي لا تتقن ربما هذه الأمور الجديدة والتكنولوجية، في ثاني كذلك هذه الأمور. معليش معليش، ولكن الآن الأمور ميسرة، يعني من سأل وجد. صح، نعم،
وفيه القنوات من قناة القرآن الكريم. هناك قنوات يعني قناة القرآن الكريم نفسها هي دليل أو مرشد عملي يعني الذي يتتبع حصصها مرشد عملي كيف يتصرف مع هذا الشهر الكريم مع أولاده. هناك حصص خاصة بتربية الأولاد وخاصة في هذا الشهر الفضيل. يعني الأولاد ينشؤون التنشئة الدينية. يعني الأولاد لا يمكنك أن تملي عليهم بين عشية وضحاها أوامر فيسلكوها، وإنما يجب أن تعودهم أولا تربيهم بلسان الحال قبل لسان المقال. يعني الأولاد يرون إلى أبيهم وأمهم، إذا رأوهم ملتزمين سيلتزمون بدون أن يعني تكسر راسك في أمرهم أو نهيهم. ثم الأولاد دائما يرون الأمور هكذا العملية التي يمكن أن يتصرفوا فيها. هذه الأمور العملية هي هذه الإرشادات التي يقدمها الأئمة في المساجد وهذه القنوات الدينية. قلنا الدعاء يعني من الأدعية مثلا التي يسهل على المستمع أو المشاهد أن يحفظها وهو مفيد جدا في ليالي رمضان. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يعني إن وافقتني ليلة القدر أو إن وافقت ليلة القدر فما الذي أقول. يعني ليلة القدر يستجاب فيها الدعاء، يستجاب 100%، ولكن موضعها من هذا الشهر لا يدريه أحد. الله تعالى هو الذي عمى موضعها كي يجتهد المؤمن في الشهر كله. يعني لا أحد جزم في أي يوم، حتى العشر الأواخر ليس متفقا عليه، فيهم من يقول يعني في شهر رمضان، في شهر رمضان ككل كله ليجتهد المؤمن في هذه الليالي كلها ليقومها. فقال لها إن أدركتها وإن وافقتها، يعني بمعنى أنك اجتهدت وصليت الشهر كله ووافقت ليلة القدر، يعني هي واحدة من هذه الليالي. الذي اجتهد في الشهر كله سيوافقها بإذن الله تعالى. قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. والدعاء جامع مانع. إنك عفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وما الذي يرجوه الإنسان فوق أن يعفو عنه الله تعالى؟ إذا عفى عنك رضي عنك، والرضوان يعني في درجة فوق الجنان. يعني يوم القيامة الذين يدخلون الجنة حين يرضى الله تعالى عنهم يحسون بلذة فوق هذه الأمور المحسوسة التي يذوقونها في هذه الجنة، ورضوان من الله أكبر. رضوان الله تعالى فوق كل متع الجنة. بمعنى أنه الإنسان يدعو دائما بالأدعية الكبرى ثم الدعاء الشاملة 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 الجامعة. هذه الأدعية يعني يغتنم هذه الفرصة في إجابة الدعاء. يعني هناك فرص. إن لله في دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لنفحات الله. يعني هذه النفحات هي هذه الليالي الرمضانية، هي الأيام المباركة لهذا الشهر الكريم. هناك أوقات حددها علماؤنا للدعاء، حين نزول الغيث، دعاء المريض، سفر، دعاء المسافر وكذا. يعني هناك أوقات وأزمنة يستجاب فيها الدعاء. ثم قبل هذا، قبل هذه الأوقات، الأكل الحلال. الأكل الحلال هو أكبر والابتعاد ضامن عن السلوكيات يعني التي تسرق الوقت في العمل. يعني طبعا الأكل الحلال هو أكبر ضامن لإجابة الدعاء. صح. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ادعوا لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. صح. أطب مطعمك بمعنى كل الحلال، عيش على الحلال. يعني الأخت التي تفضلت وحكت لنا عن باب الواد والتجارة وكذا، يعني التجارة، شوف التجارة يقال 9 أعشار الرزق في التجارة. وورد في حديث آخر التجار يحشرون فجارا يوم القيامة إلا من بر وصدق. من بر وصدق بمعنى أنه يصدق الناس في معاملاته ويبرهم، بمعنى لا يغشهم ولا يعني البر هو يقال بر والديه بمعنى أنه عاملهما معاملة حسنة. إلا من بر وصدق.
والتاجر، التاجر يعني مهمته هو أن يقرب السلعة إلى الناس، ليس مهمته أن يجمع الأموال بجشع، خاصة في هذه الأوقات المباركة. الأوقات المباركة التاجر لو نوى فعلا أن يقدم خدمة للناس وأن يقرب إليهم السلع، يعني ليس هناك من يعمل بالمجان، التاجر سيكون له ربح هامش ربحي، ولكن هذا الهامش الربحي سيبارك الله تعالى فيه فوق هذا الجشع بكثير. فأجملوا في الطلب، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب، ينقصنا الإجمال في الطلب، وهذا يعود إلى اليقين. يعني الإنسان الذي لا يتيقن بما عند الله تعالى، غير موقن، يعني هو متشكك، ربما أرزق ربما لا أرزق، هذا هو الذي يكله الله تعالى إلى نفسه فيذوق الويلات. ولكن الإنسان المؤمن المتيقن فيما عند الله تعالى، والقرآن يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، وليس وفي الأرض، في السماء رزقكم وما توعدون. في آية أخرى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله تعالى هو قاسم الأرزاق، بمعنى أنك لا يجب أن تقلق على رزقك. أيها التاجر كن عفيفا في هذا الشهر، متعففا، يعني خذ هامش ربحك وسيرزقك الله تعالى من حيث لا تحتسب، هذه خذها بجزم ويقين، ولا تتشكك في مثل هذا، لأنها أمور عقدية تعود إلى عقيدة المسلم بالدرجة الأولى. ربي يبارك فيك أستاذنا. على ما تبقى من عمر البرنامج أستاذنا، أردت أن أعود إلى مسألة السهر في الليل الذي يؤثر على مسألة العمل والأداء، أداء الموظف في النهار، فلسفة الراحة بالنسبة للعمل والمؤسسة. وربما هذه الفكرة أن الراحة ربما يدفع لك أجرها إن صح التعبير بمثابة أنك تسترجع فيها أنفاسك لتقوم بعمل فيما بعد. كيف لنا أن ننظر إلى هذه الراحة في شهر رمضان وأن نضيق المسالك التي تؤدي إلى إهدار هذا الوقت الخاص بالراحة كذلك؟ هو يجب أن نفهم بأن الله سبحانه وتعالى يعني وجه الإنسان نحو مجموعة من الضوابط لكي يحيي بها، لعل من بين هذه الضوابط هو النوم. صح. لكن سبحانه وتعالى يعني حدد النوم، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى جعل الصلوات من أجل أن تضبط نوم الإنسان، فالإنسان لا يمكنه أن ينام قبل صلاة العشاء، ولا يمكنه أن ينام إلى ما بعد طلوع الفجر. إذا أنك شايف يعني مضبوط الأمور، مضبوط. صح. وبل نجد أن فقهاءنا، وتكلم تحت رقابة الدكتور، يعني أن يعني كره السهر بعد صلاة العشاء إلا لحاجة كطلب علم وما إلى ذلك، وبل حرموه إذا كان السهر يؤدي إلى تفويت صلاة الصبح. يعني إذا شايف العملية فالأمر مضبوط. ولكن في ذات الوقت أيضا أن من حق جسم الإنسان على يعني الإنسان أن يرتاح، وإن لنفسك عليك حقا، هذا سواء راحة يعني نوع من يعني الاسترخاء، او في شكل نوم يعني في القيلولة، وما الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيلولة فان الشياطين لا تقل، ولكن لا يكون ذلك على حساب صلاة الظهر. اذا كل شيء مضبوط، يعني كل شيء مضبوط. وبالتالي اذا الانسان انه صار وفق هذه الضوابط، يعني اكيد انه لا يمكنه ان يعمل بدون انقطاع. يعني نتصور حتى في غزوة بدر ان الله سبحانه وتعالى ارسل النعاس على المؤمنين من أجل أن يبعثها فيهم تقوى ويشدد قوتهم. صح. ومن ثم فبالتالي لابد أن تكون الأمور متوازنة بين نوم وراحة وعمل وعبادة، والله سبحانه وتعالى يوفق ويهدي إلى ما فيه الصلاة. ربي بارك فيك أستاذنا، بارك الله فيك على كل ما قدمته. دكتور بارك الله فيك على كل ما قدمته. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه ممن يغتنمون وحق الاغتنام في التقرب إليه أكثر. إذا مشاهدنا الأفاضل قربنا على نهاية عمر البرنامج، لم يبقى لنا إلا أن نحييكم ونشكر لكم متابعتكم لنا، دمتم أوفياء لبرامج قناة القرآن الكريم، متابعة طيبة كذلك لباقي البرامج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.